نائب محافظ البنك المركزي وكبار مسؤول البنك المركزي انه مبادرات 8% خلاص. استاذ سهر ضمطي، اولا مساء الخير. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ القرار ده قراءه حضرتك لهذا القرار ماذا يعني؟ شوف حضرتك، احنا عشان نبص على القرار ده احنا نبص على ما حدث لكل المبادرات اللي كانت قائمه. المبادرات اللي كان قائم بيها البنك المركزي كان في اتنين منهم خاصين بالتمويل العقاري، واحده المحدودي الدخل اللي هي 8% ومتوسطي الدخل، انا اسفه، وواحده ثانيه خاصه بال 3% و30 سنه بتاعه التمويل العقاري، وواحده خاصه بالصناديق السياحيه ودي كان في حدود 8%، ووزاره الماليه كان معاها مبادرتين اللي هم واحده خاصه باحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج ده، والتانية مبادرة تشجيع طرق الري الحديث. الفكرة كانت ايه؟ ان كافة هذه المبادرات الفايدة بتاعتها مدعمة ولا تتناسب مع الفايدة بتاعت السوق. يعني ايه؟ يعني بتعمل تشوه سعري. وبالتالي الصندوق كان رأيه ان هو ما فيش داعي لهذه التشوهات السعريه. ومن هذا المنطلق يعني ما بقاش عندنا كذا مبادره بكذا فايده، سعر فايده. ده كلها اسعار فائده مدعمه مدعوم. ايوه مدعوم، كويس. فاللي حصل ايه في الخمس مبادرات اللي فاتوا؟ الاتي: واحد، ان هم كل هذه المبادرات الدعم اللي كان بيتحمله البنوك المصرية والبنك المركزي أصبحت تتحمله الجهات المعنية. يعني إيه؟ ناخد المبادرة 3% التمويل العقاري. في هذه الحالة أصبح الفرق ما بين 3% وال 14.25% اللي هم سائدين في السوق ده دعم مقدمه القطاع المصرفي، فأصبحت تتحمل هي هذا الدعم. طيب، في ثلاث نقط في منتهى الأهمية. أيوة. واحد، المواطن لن يمس إطلاقا في هذه المبادرات. البنوك هتستمر تقرض المواطن بنفس ذات الشروط. أيوة. واخد بال حضرتك؟ ده بالنسبة للمبادرات الخمسة. نمرة اتنين، هذه الجهات المعنية هي اللي هتتحمل الفرق في الدعم، وتيجي في آخر الشهر انها تبعت للبنك المركزي الفرق في الدعم بين الفايده. ثلاثه، الكلام ده وزاره الماليه هي في الاخر لازم تدخله ضمن الموازنه العامه كجزء من دعم للطبقات الهشه والبظله الاجتماعيه و و و. فبالتالي اصلحت في هذه الحاله مشكله ايه؟ مشكله تشوه الاسعار الفايده بدون ما تمس بالمواطن، وفي نفس الوقت حددت مسؤولية تحمل الدعم للجهة المعنية، ألا زي ما قلنا المالية أو الصناديق السياحية أو هيئة المجتمعات العمرانية. ثم التالتة، إن أنت أدركت ده ضمن الموازنة العامة. طيب، ماذا عن القطاع الصناعي والزراعة؟ أيوه، المقاولات. بالنسبه للقطاع، كان في مبادره صناعه زي ما حضرتك قلت، وكان يتضمن فيها برضو التصنيع الزراعي والمقاولات. هذه المبادره مختلفه. هذه المبادره كانت بتتاخد ب 8%، البنوك دلوقتي توقفت او حتتوقف بناء على ما تم الوصول اليه مع السيد رئيس الوزراء عن ان هم يدوا اي فرق في الفايده. الفايده هتبقى هي الفايده المطبقه في السوق المصرفيه. واخد بال حضرتك؟ طيب، ففي ناس بتسال طب والتسهيلات القائمه؟ التسهيلات القائمه اللي شغاله اللي في عليها تعاقد دي لما تخلص انتهت. عايز يجددها؟ اهلا وسهلا بالجديد، بس هتجددها بقى في الجديد بالسعر الجديد، بالسعر بتاع النهارده، بالسعر بتاع النهارده. انما خلاص 8% دي خلاص انتهينا. انتهينا بالظبط. كزراعه، كصناعه، كمقاولات. لا، مش زراعه، كتصنيع زراعي. تصنيع زراعي وكصناعه. نعم. طيب، لكن حضرتك بتقولي لي المواطن اللي استفاد من المبادرات السابقه لن يضار من هذا الاجراء بتاع النهارده. لا، المواطن بالظبط كده، المواطن في المبادرات السابقه الخمسه اللي قلنا عليهم دلوقتي
تاني عشان المواطن يعرف. مهم. الموضوع الأولاني التمويل العقاري 3% ل 30 سنة. التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل 8%. يروح المواطن البنك هيستمر ياخد القرض بنفس ذات الشروط. ولكن الفرق ان تحمل دعم الفايدة لن يكون على القطاع المصرفي. تحمل دعم الفايدة على مين؟ في الحالة دي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. يعني التمويل العقاري هتتحمله وزارة الإسكان. بالظبط كده يا فندم. اللي هو الدعم المواطن بدل بلوك كان بتحمله البنك المركزي، النهارده وزارة الإسكان اللي هتتحمل. يعني مثلا ندي مثلا سهل الموضوع، 3%. في فرق ما بين 3% والفايدة السائدة في السوق المصرفي. نعم. الفرق ده هي اللي هتتحمله وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. طيب وزارة الإسكان هي لو ما دفعتش مين اللي يدفع؟ وزارة المالية. المالية. يعني هاتك القرار الجمهوري اللي صدر في هذا السرد واضح وصريح، لأنه بيقول لك إنه إنه في حالة إن لما هذه الجهة ما دفعتش فبناء عليه بيتم خصم المبلغ من المستحقات الخاصة بوزارة المالية. طيب يا سهر هانم، دلوقتي هذه المبادرات لما اتعملت مبادرات مهمة، وإلا ما كانتش اتعملت وتخص القطاعات المختلفة والناس بشكل عام ملايين يعني. طيب مسألة التوقف النهاردة عن هذه المبادرات، إيه الأسباب؟ هل عشان الصندوق قال لنا يا جماعة اعملوا كذا، ولا احنا في بعض الحاجات اللي احنا بنعوضها أو بنراجعها أو بنظبطها؟ شوف حضرتك، هو طبعا الصندوق اتكلم على فكرة التشوهات السعرية في الفوائد، وبالتالي دي نقطة اتدرست كويس جدا الحقيقة ما بين رئاسة الوزراء والبنك المركزي ووزارة المالية. طيب ازاي تقدر ان انت تستمر في هذه المدعمات المبادرات مع تشيل مشكلة التشوه السعري في الفايدة بدون ما تمس بالمواطن؟ وبالتالي بعد هذه الدراسة وصلوا ان خلاص انا هحمل ده على الجهة المعنية وادخلها ضمن المظلة الاجتماعية. لان خلي بال حضرتك، نعم، الصندوق برضو لما اتكلم قال لك ايه؟ قال لك لا، انا ما اقدرش امس الجهات الطبقات الهشة. نعم. انا ما اقدرش امس المحدودي الدخل. فمن هذا المنطلق انت، انا شايفة يعني الهندسة اللي اتعملت في هذا الموضوع بحيث انها تتم بهذا الشكل ممتازة جدا، لانها راعت المواطن، حددت الجهة المسؤولة عن كل مبادرة، ثم في الاخر حددت اجمالي الدعم فعلا من داخل مصدر عمل الدولة. بشكرك شكرا جزيلا استاذة سهر قدماتي، كل التحية لحضرتك.